الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في التراك دوت هنبدأ نتكلم عن الداتابيس عن طريق المايكروسوفت سيكوال سيرفر 2005 فيرجن 2005. طبعا هو مش هيبقى فيه فرق كبير ما بين 2000 وما بين 2005 و2008 الا في بعض التكنيكس، الا طبعا ان 2008 يختلف. يعني لو قارنته ب2000 بالفيرجن 2000 و2005، يعتبر 2008 بالنسبة لهم يختلف اختلاف جذري، لانه ضاف فيه حاجات كتير زي الداتا تايبس جديدة وزي تكنيكس في معالجة الصور الايمج بروسيسنج تختلف كتير طبعا عن الفيرجن 2000 وفيرجن 2005. اللي هنتكلم عليه بقى في الليفل دوت ان شاء الله هيبقى منقسم لجزئين، الداتابيس بروجرامينج والداتابيس ديزاين. طبعا انا هبدأ بالديزاين في الاول، تمام؟ هنبدأ نتعرف يعني ايه، هنبدأ نتعرف على الداتابيس، يعني ايه كلمة داتابيس اساسا، وايه الكونتنتس بتاع الداتابيس دي بتتكون من ايه، وايه الاوبجكتس بتاعتها. واول ما هنخلص دراسة الديزاين بتاع الداتابيس هنبدأ ان شاء الله ندخل على الداتابيس بروجرامينج، او ازاي انا بقى ابدأ اضيف فانكشنز زي اللي كنا بنضيفها في ليفل 1 ايام ما كنا بنتعامل مع الفيجوال ستوديو او الويندوز فورمز. زي ما قلت لحضرتك انا هبدأ في الليفل دوت بتعامل معاك على سيكوال سيرفر 2005 فيرجن 2005. طبعا حضرتك المفروض هتلاقي، طبعا انا عامل له هنا شورت كات، هتلاقي حضرتك متسطب عندك ادي مايكروسوفت سيكوال سيرفر 2005، بفتح حاجة اسمها سيكوال سيرفر مانجمنت ستوديو، تمام؟ لو انت طبعا انت لو تفتكر معانا في ليفل 1 احنا كنا شغالين على مايكروسوفت فيجوال ستوديو 2008. السؤال اللي انت المفروض تسأله دلوقتي هو ايه اللي نزل المايكروسوفت فيجوال ستوديو 2005؟ هل انا مثلا مسطبه على الجهاز اللي انا بريكورد من عليه دلوقتي؟ لا، انت اول ما بتنزل او اول ما بتعمل سيت اب لمايكروسوفت سيكوال سيرفر 2005 بينزل الفيجوال ستوديو 2005، ولكن مش بينزل بصورة كاملة زي ما بتنزل مين؟ زي ما بتنزل الفيجوال ستوديو 2008، ولكن ده يعتبر انتجريتد او انكلودد جوه مين؟ جوه السيكوال سيرفر 2005. وكل القصة ديت عشان هنا في حاجة اسمها او في نوع من البروجكتس اسمه بي اي دي او بزنس انتليجنس ديفلوبمنت سيستمز او سوليوشنز، تمام؟ المهم دي قصه احنا ملناش دعوه بيها، مش محل دراستنا اساسا. المهم انا دلوقتي بوريك ازاي اوصل للمايكروسوفت سيكوال سيرفر 2005. قبل اي كلام في الاول خالص انا عايز اوضح لك يعني ايه كلمه سيرفر. كلمة سيرفر أساسا في اللغة عندي تعني إيه؟ معناها إيه؟ معناها خادم. وعندنا إحنا بالعربي معنى خادم يعني إيه؟ بيقدم خدمة لأشخاص تانيين، ودي وظيفة السيرفر عندي، تمام؟ تعالى دلوقتي أبدأ أشرح لك يعني إيه فكرة سيرفر بمفهوم مبسط جدا. افترض معايا دلوقتي إن إحنا خمس أفراد، كل واحد معاه البي سي بتاعه او اللابتوب بتاعه او الجهاز اللي هو بيشتغل عليه، تمام؟ يبقى احنا كده اذا عندنا خمس اجهزة، وكل واحد فينا عايز يبرنت ورقة واحدة بس، كل واحد فينا عايز يطبع ورقة واحدة بس، تمام؟ اذا كده احنا محتاجين كام برينتر؟ وخد بالك ان احنا مثلا عايزين نطبع في نفس الوقت او بلاش في نفس الوقت، المهم احنا كل واحد فينا دلوقتي عايز يطبع ورقة او مجموعة من الورق، احنا الخمسة. اذا كده يا اما احنا محتاجين خمس برنترات، تمام؟ يا اما محتاجين برنتر واحدة، واول ما يخلص على الجهاز دوت ننقلها على الجهاز ده ثم ننقلها على الجهاز ده، يا اما ناخد الورق اللي عايز يطبع دوت ننقله من الجهاز ده عن طريق فلاش ميموري او سي دي او ايا كان، تمام، الى الجهاز ده الى الجهاز ده لغاية ما نوصل للايه، للجهاز اللي فيه البرينتر اللي احنا ممكن نطبع من عليها، تمام؟ كل الطرق دي طرق للحل، انت كده فعلا بتحل وكده هتوصل للتارجت اللي انت عايز توصل له، ولكن كل دوت بياخد وقت وارهاق
وبيستنزف موارد الشبكة نفسها، سوري مش بيستنزف، بيستنزف موارد الشركة نفسها. تمام، انا عايز في الاخر اوصل لان تكون البرينتر ديت حاجة مشتركة عندي، تمام، اقدر من خلالها او اقدر من خلال كل الاجهزة ان انا اقدر اكونكت على البرينتر دي في نفس الوقت. طيب تعالى كمان اديك اكزامبل كمان. لو انا دلوقتي مش هنقول بقى برينتر، انا عندي ريسورس معين او ماتيريال او اي شيء معين انا عايز اشرك فيه اكتر من جهاز في نفس الوقت. تمام، تعال ندي مثال في قواعد البيانات اللي احنا بنشتغل بيها دلوقتي. عندي 5 اجهزة، تمام، كل جهاز منهم عليه هارد ولتكن مساحته مثلا 20 جيجا بايت. تمام، كل جهاز من دول عنده داتابيس، عنده ابلكيشن او سوفت وير بيشتغل عليه وعنده داتابيس خاصه بيه هو، ولكن كل واحد فيهم بيدخل بيانات مختلفه عن التاني. احنا في الحاله دي بنفترض عدم اشتراك ال5 افراد او ال5 اجهزه في نفس البيانات. احنا بنفترض دلوقتي او بنتكلم بناء على ان ال5 اجهزه ملهمش دعوه ببعض، حتى البيانات اللي بتدخل من اليوزر دوت غير دوت غير ده. المهم هيفضل دلوقتي هو كل واحد فيهم هيدخل بيانات، هتوصل الداتابيس. طبعا احنا عندنا السيكوال سيرفر داتابيس بتوصل السايز بتاعها اب تو كام، 1 تيرا بايت، يعني 1024 جيجا بايتس. المهم هيفضل اليوزر الاولاني يفضل يدخل في بيانات لغاية ما مثلا الداتابيس توصل ل16 او 15 جيجا بايتس. طبعا ما تنساش ان انا الهارد كله عندي مثلا مساحته 20، ده غير ان البروجرامز بتاعتي والويندوز بتاعي او الاوبريتنج سيستم بتاعي اللي انا مسطبه وبشتغل بيه برضو واخد سايز معين او كابستي معينة من الهارد ديسك بتاعي. المهم انا دلوقتي كل ما بروح مساحة الداتابيس عندي بتزيد، ساعتها هحتاج اعمل ايه؟ يا اما احتاج افرغ قاعدة البيانات او اعمل لها باك اب على اي ستوريج ميموري تانية، تمام، يا اما اكبر مساحة الهارد. ودوت بالنسبة للتكبير، تكبير مساحة الهارد ممكن يكون نوت افيلابل في الوقت الحالي، ممكن ما يكونش انا بالنسبة لي الموارد المالية بتاعتي تكون غير متاحة، وفي نفس الوقت ممكن تكون قصة ان انا اقسم البيانات او الغي البيانات او اخد باك اب والغي البيانات اللي عندي دلوقتي هتسبب لي مشاكل بعدين. تمام، الحالة او الكيس دي هتلاقيها مع اليوزر الاول واليوزر التاني والتالت والرابع والخامس وهكذا. طب ايه رأيك لو جبنا، لو فضل كل هارد من او كل يوزر من اليوزرز اللي عندي دول بنفس الامكانيات بتاعته اللي هي الامكانيات الصغيرة اللي هي الهارد ال20 والرامات مش عارف اللي هي مثلا 512، وكل جهاز فضل كما هو عليه، وجبت حاجة كبيرة، تمام، قدرت اوصلهم بيها حاجة دي بقى مساحتها كبيرة، ما انت كده مش هتحتاج تكبر في مساحة ال5 اجهزة او ال10 اجهزة او ايا كانت بقى عدد الاجهزة اللي مرتبطة عندك. تمام، لا انت كده عايز تلعب في جهاز واحد بحيث ان الباقي ده كله يشترك في نفس الجهاز ده، يكون نكتب معنى اصح او يتصل بالجهاز دوت ويبدأ يستخدم الحاجات اللي جواه. كده انت بتنتقل من مفهوم كلاينت او مفهوم لوكال، تمام، الى مفهوم سيرفر او مفهوم شبكي. انت دلوقتي هيبقى عندك اكتر من جهاز بيكونكتوا كلهم في نفس اللحظة على حاجة تانية اسمها سيرفر او خادم. يبقى الخادم دوت عنده شوية موارد او عنده خدمة يقدر يأديها او يقدر يقدمها للكلاينتس او للعملاء اللي بيكونكتوا عليه. ياريت كده تكون الفكرة ايه وضحت بالنسبة لك. يبقى انا عندي قصة السيرفر او الخادم دوت عنده خدمة او عنده مثلا مورد عايز كل الكلاينتس اللي عنده يشتركوا في مين، في نفس المورد دوت.
طبعا من خلال السيرفر دوت انا المفروض ان انا حتى الاوبريتنج سيستم بتاع السيرفر ما بيكونش ويندوز اكس بي او ويندوز 7 او فيستا، تمام؟ هو ينفع طبعا ولكن لا يحبذ. انت ما دام وصلت لمفهوم السيرفر، ما دام بقى عندك سيرفر، تمام، فانت لازم بقى يكون عندك اوبريتنج سيستم خاص بالسيرفر مانجمنت، اللي هو مثلا زي ويندوز سيرفر 2003 او ويندوز سيرفر 2008، او لو بتشتغل على حاجه تاني غير مايكروسوفت خالص فانت كده هتتكلم مع اللينكس، تمام؟ فايه هتبدا تتسع معاك المفاهيم شويه. طبعا كل الكلام اللي انا بقوله دوت لسه قدامك ما وضحش. انا هعرض عليك دلوقتي شويه صور للسيرفر دوت. طبعا انا عندي السيرفر نوعين، يا اما بيكون الجهاز سيرفر، تمام، يعني السيرفر دوت من اشكاله نوعين، يا اما بيكون جهاز كمبيوتر عادي خالص زي اللي احنا بنشتغل عليه دوت، تمام، ولكن كل الاختلاف ان ده بتكون ليه امكانيات طبعا كبيره، هارد ديسك كبير والبروسيسورز عالي والرامات بتاعته برضو عاليه، تمام، وبتكون كل الهاردويرز او الهاردوير بتاعه بيكون بامكانيات عاليه جدا. يا اما بيكون عندي شكل سيرفر تاني بقى غير موضوع الاجهزه او البي سيز اللي احنا او البيرسونال كمبيوترز اللي احنا بنشتغل عليها ديت، بيكون عندي شكل سيرفر بشكل يختلف خالص عن اشكال الايه الاجهزه اللي احنا بنشتغل عليها زي ما هوريك في الصور. المهم دلوقتي انا عايز قبل ما اوريك الصور عايز تكون الفكره وضحت في مخيلتك كويس، ان انا عندي السيرفر دوت ما هو الا مكان بيكونكت عليه اكتر من كلاينت او اكتر من عميل بناء على شبكه، تمام، سواء بقى اختلفت او اختلف مفهوم الشبكه دوت من لان اور وان، تمام، يعني لو انا عندي لوكال شبكه لوكال في شركه مثلا او في بيلدنج واحد في عماره واحده او او او, أو ايا كان بقى في حي واحد، المهم احنا مرتبطين مع بعض في لوكال نتورك، تمام، يا اما شبكه وان. الشبكه الوان دي زي ايه؟ زي الانترنت مثلا، ما هي دي شبكه، احنا كلنا دلوقتي مرتبطين بشبكه واحده، عندي مثلا المين سيرفر بتاع العالم كله في مكتبه الكونجرس في امريكا، فاحنا كلنا مرتبطين بمين؟ بالسيرفر دوت. وصلت كده الفكره؟ يبقى انا عندي لازم عشان يكون في شبكه اذا لازم يكون في سيرفر، وما دام في سيرفر يبقى لازم يكون في كلاينتس تحته، ما هو كلاينتس دول هيتصلوا بمين؟ هيكونكتوا على السيرفر عشان يستخدموا موارد مين؟ السيرفر دوت، او ياخدوا خدمات او يستفيدوا من خدمات او الخدمات اللي بيقدمها السيرفر ده للكلاينتس بتوعه، تمام. دي نقطة. النقطة التانية ان انا المفروض دلوقتي ما دام عندي سيرفر فانا مفهوم السيرفر دلوقتي يختلف عن مفهوم مين؟ عن مفهوم الكلاينت. انا المفروض ان السيرفر دوت بيكون عليه اوبريتنج سيستم مناسب لمين؟ وبتكون امكانيات السيرفر والاوبريتنج سيستم بتوعه مناسبين لايه؟ للتارجت اللي بيقدمه او التارجت اللي عايز يوصل له الكلاينت من خلال مين؟ من خلال السيرفر اللي بيكونكت عليه، تمام؟ تعال اوريك كده شكل السيرفر. انا عندي هنا مجموعه صور، بص كده، ادي ده كلاينت وده كلاينت وده كلاينت تاني، تمام، وده ايه ده؟ ده لان سيرفر، يعني لوكال لوكال ايه؟ لوكال سيرفر، تمام. دي الشكل ده عموما بقى الشكل الاسطواني ده منين ما تشوفه في اي مكان في الدنيا، في اي فيجر في الدنيا، في اي شكل في الدنيا، اعرف ان الشكل دوت يمثل ايه؟ داتابيس. الشكل الاسطواني دوت يمثل قاعده بيانات في اي مكان في العالم، تمام. يبقى انا دلوقتي ده يوزر او كلاينت، وده يوزر او كلاينت، وده يوزر او كلاينت، تمام. سيبك من الكلام اللي مكتوب دوت، المهم انا دلوقتي عندي دول يوزرز شانهم شاني وشانك، انا اهو مثلا وحضرتك هنا، ويوزر تالت معانا، وهنا السيرفر دوت عليه مين؟ عليه داتا بيس. الداتا بيس دي سيبك بقى من انها دلوقتي عباره عن مفهوم داتا بيس، لا، اعتبرها كمورد من ضمن الموارد او من ضمن السيرفيسز اللي بيقدمها مين؟ اللي بيقدمها السيرفر ده، اعتبرها خدمه من ضمن الخدمات اللي بيقدمها السيرفر ده للكلاينتس بتوعه. المهم دلوقتي في كونكشن شانلز مفتوحه ما بين الكلاينتس دول ومين؟ مش والمورد بقى، هي الرسمه هنا تفيد مين؟ تفيد المورد، لان هم ما بيستخدموش غير المورد ده، ولكن عموما
التشانلز المفتوحه دي اساسا مفتوحه ما بينهم، ما بين الكلاينتس دول وما بين مين، وما بين السيرفر. وما دام وصل للسيرفر فهو فعلا يقدر يوصل لمين، يوصل للموارد بتاعته. ومن امثله الموارد اللي قدامنا في الفيجر اللي قدامنا دوت مين، الداتابيس او المايكروسوفت سيكوال سيرفر داتابيس. من ضمن كمان الحاجات اللي ممكن يعملها السيرفر مع الكلاينتس بتوعه، ان ممكن يكون عنده اكتر من ايه، من مورد. تمام، ممكن يكون عنده اكتر من مورد. يعني افترض ان الموارد اللي انا هقول لك عليها دي هو مثلا عنده داتابيس 1 وداتابيس 2 وداتابيس 3. داتابيس 3 انا دلوقتي عندي 3 قواعد بيانات هبدا اكونكت عليهم من خلال الكلاينتس دول لمين، للسيرفر. ومن خلال السيرفر دول هيبدا يوزعني على الثلاث قواعد بيانات. بس سي ان الاول والتاني يقدر يكونكت على الثلاث قواعد بيانات بدون اي مشاكل، ولكن انا عايز التالت، الكلاينت التالت او اليوزر نمبر 3 يوصل لداتابيس 1 وما يوصلش ل 2 ولا 3. ساعتها بيكون في حاجات بقى في السيرفر نفسه او في اللي ماسك بقى الاداره او الادمنستريشن بتاعه السيرفر بيكون عنده بيرميشنز، او في جزء معين في الاوبريتنج سيستم بتاعه اللي بيدير بيه او بيمانج بيه السيرفر دوت، بيكون في حاجات او نظام اسمه نظام توزيع الصلاحيات او اداره البيرميشنز اللي بيديها اليوزر 1 ويوزر 2 واليوزرز بقى والكلاينتس بتوعي على مستوى الشبكه. تمام، فمن ضمن البيرميشنز او الاوثوريتيز اللي بتتوزع على اليوزرز ان مثلا انا هدي اليوزر 1 ويوزر 2 انه يدخل على الثلاثه داتابيسز او يستخدم كل السيرفيسز او الريسورسز بتاعت مين، بتوع السيرفر. ولكن انا عايز يوزر نمبر 3 وهو داخل ما يدخلش غير على داتابيس نمبر 1 وما يدخلش على اي داتابيس ثانيه او ما يستخدمش الايه، اي موارد اخرى. طب ولكن لو انا عايز اوزع بيرميشنز جوه الداتابيس نفسها، تمام، يعني مثلا انا سمحت لده يدخل وسمحت لده يدخل وما سمحتش لده، تمام، لكن لو انا عايز ده يدخل اللي هو اليوزر نمبر 2 دوت مثلا وهو داخل ياخد كل البيرميشنز جوه قاعده البيانات نفسها، اما يوزر نمبر 1 فهو داخل ما يدخلش او ما يعملش غير ايه، انه يبدا يعمل فيو بس للبيانات، لكن لا يقدر يعدل في البيانات ولا يدخل بيانات ولا يمسح، نظام اللي هو الايه، الريد اونلي بس. اما دوت لا، انا عايز ادي كل البرميشنز. ساعتها مفهوم البرميشنز بيختلف من مفهوم السيرفر لمفهوم مين، قاعده البيانات. البرميشنز او الصلاحيات داخل قاعده البيانات بتطلع من مين، من السيكوال سيرفر شخصيا. انا عندي يوزرز بوزع الصلاحيات عليهم، اما صلاحيات الريسورسز بتاع السيرفر او صلاحيات موارد الشبكه، تمام، مين اللي بيحددها؟ الاوبريتنج سيستم او السيرفر نفسه. تمام، ده كان شكل كده يوضح قدامك ان دول كلاينتس، تمام، في كونكشن تشانلز مفتوحه ما بينهم، عباره طبعا الكونكشن تشانلز دي اللي هي الاشكال بقى الاتصال، هل الاتصال بالسيرفر دوت يمثل وايرلس كونكشن، تمام، ولا كيبلز كونكشن، يعني مثلا انت عندك سويتش وعندك راوتر، تمام، وفي سلوك مشدوده ما بين السيرفر وما بين الكلاينتس دول. طبعا خد بالك ان الكلاينتس دول بيتصلوا بالسيرفر عن طريق ان كل واحد من الاجهزه دي ليه حاجه اسمها اي بي ادريس او انترنت بروتوكول ادريس. الاي بي ادريس دوت المفروض ان انا يا اما طبعا انا كل الكلام اللي بقوله لك في الشبكات دوت دي عباره عن معلومات عامه بس لازم تكون عارفها، يعني دي انت علاقتك بيها لا تمثل اي شيء في شغلك، ولكن مع علمك بالحاجات ديت بيساعدك كتير ان انت تقدر تحل مشاكل الشبكة قدام. تمام، انا كان بكل بساطة ممكن اغنيك عن السيكوال سيرفر نهائي، تمام، وابدأ اشرح لك ازاي بتتعامل مع قواعد بيانات اكسس، ولا انت محتاج شبكة ولا محتاج غيره، ولكن انا حطيتك في التراك دوت عشان ابدأ اوضح، لان على فكرة ما فيش شركة في العالم بتشتغل على
اللوكال داتابيس او الاكسس عموما او اي داتابيس انجن بيكون لوكال. لا انا يا اما بشتغل على مايكروسوفت سيكوال سيرفر يا اما الاوراكل يا اما الماي سيكوال تمام، يا اما الدي بي اس يا اما الفوكس، عشان الحاجات دي كلها انا بقدر اكونكت عليها من خلال كلاينت السيرفر، مهم في شبكه اقدر من خلال الشبكه دي اوصل لقاعده البيانات تمام. انا كان ممكن فعلا اريح دماغي، ولكن انا حطيتك في التراك دوت عشان تبقى على علم بكل الحاجات اللي في السوق. نرجع لمرجوعنا تاني في موضوع الشبكات والاي بيهات. الاي بي دوت يمثل عنوان الجهاز دوت، والاي بي بتاع ده يمثل عنوان الجهاز ده، والاي بي بتاع الجهاز دوت يمثل العنوان ده. كلمة السيرفر الحالي او كلمة مثلا، يعني افترض دلوقتي ان انت عايز تدخل من السيرفر دوت على الداتابيس دي تمام، ايه اللي هيحصل؟ المفروض ان انت بتستخدم طبعا الاي بي ادريس وبتستخدم السيكوال سيرفر. يعني بص حضرتك، لو انت خدت بالك من السيرفر تايب هنا، انت في الشاشه دي طبعا هنرجع لها بعد شويه وهنشرحها تمام، انه بيسالنا عن السيرفر تايب اللي انا هكونكت عليه، ومين هو السيرفر نيم اللي انا هكونكت عليه، والاوثنتيكيشن مود او طريقه الدخول اللي انا هدخل بيها، هل هدخل بالويندوز اوثنتيكيشن ولا سيكوال سيرفر اوثنتيكيشن، وبيسالني على اللوجن نيم بتاعي، وبيسالني على الباسورد بتاع اليوزر نيم ده تمام. هنا انا ممكن بقى في السيرفر نيم دي يا اما اكتب اسم السيرفر صراحة كده زي ما هو مكتوب قدامك تمام، يا اما بكتب دوت تمام، كلمة دوت كده دي معناها السيرفر اللوكال الحالي، يا اما بكتب الاي بي دوت 127.0.0.a1، فده يفيد اللوكال انجن او اللوكال ماشين اللي انا واقف عليها دلوقتي تمام. المهم كده تعالى بس افرجك على الصور دي. ده بالنسبه كان زي ما قلت لك شكل او رسم توضيحي كروكي كده لكلمه لشكل الشبكه وشكل الداتابيس على الشبكه. بص بقى السيرفر اهو، ده شكل سيرفر من ضمن السيرفر، من ضمن السيرفرات اللي في الدنيا. انا قلت لك دلوقتي ان انت عندك السيرفر ليه شكلين، يا اما بيكون جهاز عادي خالص بس بامكانيات عاليه، يا اما بيكون ليه شكل مختلف خالص. ده شكل سيرفر من ضمن السيرفرز اللي موجوده على مستوى العالم، شايف عامل ازاي؟ بص هنا برضو ده سيرفر من نوع اتش بي، اتش بي اللي هو السيرفر بشكل اهوت، وسيرفر ايه بشكل تاني تمام. بص هنا شوف الشكل دوت برضو، هو ده سيرفر من ضمن السيرفرات تمام. بص هنا ده برضو سيرفر، شايف الامكانيات عامله ازاي؟ دي بقى اوضه تمام، او سيكشن او ديبارتمنت كلها سيرفرات، ده سيرفر وده سيرفر وده سيرفر، وانت ماشي بقى كده تمام. هو ده شكل سيرفر مفتوح بقى من جوه. بص بقى شايف الهارت وادي بروسيسور اهوت تمام، بس ده طبعا سيرفر قديم شويه، ولكن بص شايف من جوه عامل ازاي، ادي هارد وادي هارد وادي هارد وادي هارد، ادي هاردات كتير جدا اهي تمام. ودي السلوك او الكيبلز اللي مشدوده بقى من السيرفر دوت طالعه لمين؟ طالعه للكلاينتس اللي ايه اللي بيتصلوا بيه تمام. وادي بروسيسور وادي بروسيسور، تعالى كده نشوف الرسمه دي، ده برضو سيرفر تاني، شايف برضو مساحه، سيرفر من نوع اي اس ام بص كده. دي برضو من ضمن الرسومات اللي كان المفروض تشوفها قبل ما اوريك شكل السيرفر. عندي دلوقتي في حاجه اسمها ديستريبيوتد برانش اكسس او برانش اكسس داتابيسز. بيقول لك دلوقتي افترض ان انا عندي نورث برانش والساوث برانش ومين والايست برانش، شمالي فرع شمالي وفرع جنوبي وفرع شرقي تمام. فرع طبعا هو المفروض يكون في فرع رابع، ما علينا من الموضوع دوت. المهم انا عندي دلوقتي سيكوال سيرفر داتابيز، قلت لك الشكل الاسطواني دوت يمثل ايه؟ يمثل داتابيز.
انا دلوقتي الداتابيز دي عشان اقدر اكونكت عليها من الايست برانش او الساوث برانش او نورث برانش، المفروض انا تكون الداتابيز دي عندي فين؟ موجوده على سيرفر، موجوده على خادم مرفوع عليه، بحيث ان لما اقدر اكونكت على السيرفر دوت اقدر استخدم موارد السيرفر، ومن ضمن موارد السيرفر دوت مين؟ الداتابيز اللي انا اساسا محتاج اكونكت عليها. بص هنا برضو حضرتك، ادي كلاينت وادي كلاينت وادي كلاينت تالت، تمام، يوزر 1 يوزر 2 يوزر 3، تمام، دي الكونكشن شانلز بتاعتي، وادي السيرفر وادي مورد من موارد السيرفر اللي هي الداتا بيس، ادي الشكل الاسطواني برضو بيتكرر معانا، تمام. ده برضو نفس النظام، انا عندي هنا ده يوزر وده يوزر وده يوزر، طبعا دوت السيرفر وده الايه، ده الانترنت، ده يمثل زي الايه، زي الشكل العام لاتصال الاجهزه او اتصال الكلاينتس على مستوى العالم بالسيرفر العالمي، ثم من خلاله الى الايه، الى الانترنت. ده برضو شكل من ضمن الاشكال بتاع السيرفر، شوف السيرفر من جوه عامل ازاي، تمام. ده تقريبا سيرفر من نوع ديل، ده برضو شكل داخلي للسيرفر. دوت برضو من ضمن الاشكال الخاصه بالاتصال بالانترنت عن طريق برضو الايه، السيرفر والفيرتشوال سيرفرز والريال سيرفرز، ده مش ايه، مش موضوعنا اساسا. المهم انا تكون عندي حاضره جدا في ذهنك الصوره دي، تمام. ادي كلاينت وادي كلاينت وادي كلاينت تالت، وادي السيرفر بتاعي، وادي ريسورس من ضمن الريسورسز بتاعت السيرفر دوت، من خلال اتصالي بالسيرفر انا وصلت لمين؟ وصلت للريسورس اللي انا محتاجه او الداتابيس، تمام. كلمة داتابيس نفسها، تمام، يعني مفهوم الداتابيس نفسه عبارة عن ايه؟ المفروض من خلال متابعتك للمحاضرات بتاع قواعد البيانات، ان احنا كنا في اول محاضرة وضحنا في الورق اللي كان معانا يعني ايه داتابيس، وكان التعريف كالتالي. بص كده معايا، طبعا حضرتك اكيد فاكر الورق ده كويس. بص بقى، قاعدة البيانات هي طريقة لتجميع البيانات والمعلومات بصورة منظمة وترتيب معين. من الامثلة المعروفة لقواعد البيانات دليل التليفون اللي بيحتوي داخله على اسماء المواطنين وعناوينهم وارقام تليفوناتهم، ويختلف ترتيب البيانات داخل قاعدة البيانات حسب حاجتك إليها، فقد يكون الترتيب حسب الأبجدية، تمام، أو حسب شرط معين، حسب مثلا الأقدمية، أو الترتيب مثلا مش حسب أبجدية الأسماء، حسب أبجدية الأرقام، تمام، أو حسب صغر وكبر مين؟ الأرقام نفسها، وحسب اللينس بتاع كل رقم. انت عايز مثلا تبدأ بالحاجات اللي فيها ارقام صغيرة، مش ارقام صغيرة كعدد، لا، ارقام صغيرة ككمية، يعني مثلا انت عندك في ارقام تليفونات مثلا بعض الناس مكونة من 5 ارقام، والتاني مثلا مكون من 6، والتالت مكون من 7، وارقام الموبايلز مثلا مكونة من 10، انت عايزها تترتب بالشكل ده، او اي كونديشن انت عايز تعمل سورتنج بناء، او تعمل سورتنج للداتا بناء ايه على الكونديشن ده. المهم انا دلوقتي عرفت ان قاعدة البيانات بتاعتي دي طريقة انا بجمع بيها بيانات ومعلومات بصورة منظمة وترتيب معين. وحط في دماغك دايما اول ما التعريف دوت يتوه عن بالك، حط في دماغك فعلا موضوع اجندة التليفون او دليل التليفون بتاع حضرتك. هديك مثال برضو عن موضوع دليل التليفون دوت. انت لو بصيت في الموبايل بتاعك، في الموبايل بتاع حضرتك المفروض دلوقتي ان انت عندك كونتاكتس متسجلة عندك على التليفون بتاعك، تمام. المفروض ان الكونتاكتس اللي متسجلين عندك دول عبارة عن ايه، متسجلين فين؟ ما هو دول متسجلين في داتابيس، الاس اي ان كارد بتاعك دوت، تمام، يمثل داتابيس، والموبايل بتاعك الانترنال ميموري بتاع التليفون بتاع حضرتك برضه تمثل داتابيس. الميموري كارد بتاع حضرتك سواء المايكرو او ايا كان، المهم الميموري كارد بتاعك او الاكسترنال ميموري اللي بتركب في التليفون بتاع حضرتك برضه تمثل داتابيس. اي مكان في الدنيا يعني مستعد او عنده استعداد
او في قابلية لاستيعاب وتسجيل بيانات لفترة طويلة تمثل داتابيس. تمثل داتابيس مادام التخزين ده تخزين دائم، تمام؟ اذا هي داتابيس. الهارد بتاعك يمثل الداتابيس بتاعت حضرتك، تمام؟ في حاجة عندي مثلا، لو جيت عملت كده وكتبت الكلمة اللي قدامك دي ريج اديت، تمام، بالشكل ده اللي هي ريجستري اديتور، دلوقتي هو فتح لك ايه؟ فتح لك الريجستري اديتور بتاع الويندوز. يعني ايه ريجستري ويندوز؟ الريجستري اديتور الخاص بالويندوز دوت ده يمثل قاعدة بيانات الويندوز، تمام. يبقى اذا اي مكان في الدنيا مستعد او عنده قابلية لحفظ البيانات ده عبارة عن ايه؟ داتابيس. السجل المدني دوت يمثل داتابيس. الارشيف، شوف حتى هو ورقي، ارشيف ورقي، مش لازم يكون حاجة خاصة بالتكنولوجيا او كده، لا، ممكن يكون اي مدام في حاجة دلوقتي بتحفظ بيانات ده بشكل دائم، تمام، اذا دي ايه؟ تمثل داتابيس. من الحاجات اللي انا عايزك طبعا تقراها كويس حاجة اسمها اللي هي الدي بي ام اس او الار دي بي ام اس، تمام، ريليشنال داتابيس مانجمنت سيستم. المهم انا عايز افهمك دلوقتي او اعرفك على حاجة اسمها الداتابيس كونتنتس. الكونتنتس بتاع الداتا بيس او الكونتنتس بتاع قواعد البيانات عموما عبارة عن ايه؟ انا عندي قاعدة البيانات بتتكون عندي من اول مكون اساسي وهو التيبلز. الجداول دي هي اساس قواعد البيانات. قاعدة البيانات بالحاجات دي كلها ما ينفعش الا بمين؟ الا بوجود التيبلز. ما انت لو عملت استعلام هتعمل استعلام عن مين؟ الاستعلام ده مرتبط بجدول، والجدول لو مش موجود اذا الاستعلام مش موجود. والسجلات والحقول والاندكسز مثلا، تمام، كل دوت مرتبط بوجود الجداول. لو الجداول مش موجودة نفس النظام، والفيوز برضو والستورد بروسيديورز والتريجرز كل دوت مرتبط بوجود مين؟ بوجود التيبلز بتاع قاعدة البيانات. المهم التيبلز دوت عبارة عن ايه؟ انت لو جيت دلوقتي بصيت في الانترنال ميموري بتاعت التليفون بتاع حضرتك، الانترنال ميموري اللي هي الميموري بتاع العدة نفسها بتاع التليفون نفسه بتاع الجهاز نفسه، مش الاكسترنال ميموري اللي هو الميموري كارد، لا، انا بتكلم على ايه؟ الذاكرة الداخلية بتاع التليفون. الذاكرة الداخلية بتاع التليفون هتلاقيها مقسمة كالتالي، في حاجة خاصة بالكونتاكتس بتاعتك، تمام، اللي هو انت دلوقتي لما بتعمل سيفنج لاي اسم او لاي كونتاكت جديد بيروح فين؟ بيروح في مكان معين على التليفون. اما لما بترسيف اي فايل من اي بلوتوث كونكشن، تمام، لو انت حد بعت لك فايل عن طريق البلوتوث او او اي وسيلة اتصال تانية، تمام، او الانفراريد او ايا كان، المهم الكلام دوت بيروح فين؟ في مكان تاني غير الاسماء، غير الكونتاكتس بتاعتك. يعني انت دلوقتي ما ينفعش تفتح الاسماء بتاعت حضرتك وتلاقي جواها الايه؟ الريسيفد فايلز اللي اتبعتت لك. دلوقتي انت برضو لما بتدخل في المسجز اللي برضو موجودة على التليفون بتلاقيه يفصل لك الانبوكس لوحده والسنت ايتمز لوحدها والديليتد والسوري والاوت بوكس لوحده والدرافتس او المحفوظات لوحدها، تمام. ده بناء على ايه؟ او ده يمثل ايه في اللي احنا بنقوله؟ اعتبر ان الانبوكس ده جدول. ده مش اعتبر، ده هو كده، تمام، الانبوكس ده جدول، تمام، صندوق الوارد ده يمثل جدول، والسنت يمثل جدول تاني، والاوت بوكس يمثل جدول تالت، والدرافتس يمثل جدول رابع، وهكذا بقى وانت ماشي. والكونتاكتس عندي دوت ايه؟ جدول. والريسيفد فايلز تمثل جدول. ولما انا ادخل في الميموري بتاعي دلوقتي والاقي ان عندي حاجه اسمها ميوزك وكليبس ومثلا وايه تاني وايمجز،
تمام، فولدرات اهي دي متقسمه جوه ايه جداول. اعتبر ان الفولدرات حتى اللي انت بتشوفها على الكمبيوتر بتاعك ديت، اعتبر ان كل دي جداول، تمام، اعتبر ان دي جداول عند حضرتك، اعتبر ان الديسك توب ده جدول، تمام، وموجود فيه ايه؟ موجود فيه الفايلز اللي قدامك دي. خلاص، يبقى انا عندي اهم حاجه دلوقتي الايه؟ التيبلز. الكويريز ديت دي عباره عن استعلامات بتتم على مين؟ على التيبلز، جمل او اوردرز او اوامر معينه انا بكتبها عشان استعلم بيها عن بيانات مخزنه داخل الاوبجكت اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه تيبلز. الريكوردز ده بص بقى بكل بساطه، التيبل بيتكون في الاساس من ريكوردز، والريكورد بيتكون من فيلدز. يعني ايه بقى تيبلز ويعني ايه ريكوردز ويعني ايه فيلدز؟ الكلام لغايه دلوقتي كلام زي الفل، بس تعالى بقى نشوف الكلام دوت بشكل عملي هيكون عامل ازاي. انا عندي هنا داتابيس، دي خاصه باحد العملاء عندي. بص بقى يا سيدي، الاوفيس اللي انا بشتغل، طبعا ده انا بشتغل على 2000 سوري بشتغل على مايكروسوفت اكسس 2007. هو القضيه بقى في الاخر عشان تبقى واخد بالك ان نفس الكونتنتس اللي هنا هي اللي هنا هي اللي هنا، بس انا هوريك بس الشكل على اكسس، تمام، عشان انا ما عنديش داتابيس جاهزه في السيكوال، ده احنا لسه هنعملها او هننشئها بايدينا. المهم انا دلوقتي ايه اللي بعرضه ده؟ تيبلز. يبقى انا اذا كل اللي قدامي ده ايه؟ تيبلز. فعندي تيبل من ضمن التيبلز اسمه مثلا وليكن تيبل البرودكتس مثلا. بص بقى يا سيدي بالراحه كده خالص، انا دلوقتي التيبل ده اسمه ايه؟ اسمه برودكتس، ده اسم التيبل نفسه. اي سطر افقي بالشكل اللي قدامك ده اسمه ريكورد، عندنا احنا في السيكوال بنقول عليه رو، يعني هو هنا اسمه ايه؟ اسمه ريكورد او سجل. طبعا مفيش مشاكل لو قلت المسميات، انت ما غلطتش في حد كده يعني، لا انت عادي انت الدنيا تمام معاك، بس احنا حتى لما هتروح السيكوال هتلاقي ان السيكوال نفسه بيتكلم على الريكوردز على انها ايه؟ رو، سطر، تمام. فانا دلوقتي عندي الجدول الواحد دوت بيتكون من كام؟ من ايه؟ من روز، عندي سطور او ريكوردز او سجلات. المهم انا دلوقتي عندي كام؟ انا لو بصيت كده في الشكل اللي تحت دوت بيقول لي انت واقف على الريكورد رقم 23 اوف كام؟ ده العدد الكلي او اللي هو ال 246 دوت خاص بمين؟ بعدد السجلات او عدد الروهات او عدد الروز او السطور اللي جوه الجدول ده، تمام. ايه بقى موضوع الفيلدز ده؟ بص يا سيدي، الفيلدز او الحقول دي او الكولومز اللي هي عبارة عن ايه؟ انا قلت لك ان الروز اللي هي بالشكل الافقي ده، تمام؟ الفيلدز بقى اللي هي او الكولومز اللي هي موجودة بشكل عمودي. فانا عندي فيلد اسمه الاي دي، وعندي فيلد تاني اسمه نيم، وعندي فيلد تالت اسمه تايب، وعندي كولوم رابع اسمه من اندرسكور نم، وعندي مثلا ادي كولوم تاني اسمه ري بوينت، وهكذا، تمام. وضحت الصوره قدامك؟ يبقى انا دلوقتي ايه اللي بيحصل عندي؟ ده اسمه تيبل، البرودكتس ده اسمه ايه؟ اسمه تيبل. وعندي اي حاجه موجوده بشكل عرضي كده او بشكل عرضي او افقي اسمها ايه؟ اسمها رو. واي حاجه عموديه على الرو دوت تمثل الفيلدز بتاعت الجدول دوت او الكولومز او الاعمده الخاصه بالجدول ده، تمام. تعال نرجع اللي كنا بنتكلم فيه وندخل على حاجه اسمها الاندكسز. الاندكسز ديت عباره عن ايه؟ المفهوم بتاع الاندكسز ده عباره عن فهرس. افترض ان الجدول دوت بدل ما هو فيه 246 رو او 246 ريكورد او 246 سجل، اعتبر ان فيه 10 مليون سجل.
لو انت بتيجي بتسيرش على الايتم او البرودكت اللي اسمه ام تي ان 100 دوت، في 10 مليون سجل هتأخر جدا عقبال ما تطلع ايه، تطلع الريزلت بتاع السيرش دوت، سواء بقى فاوندد او ايه او اكزيستد او نوت اكزيستد، تمام. ولكن لما يكون او لما تكون انت بعد ما عملت الديزاين بتاع الجدول دوت، عملت اندكس داخل الكولوم دوت او داخل الفيلد دوت، فكل ده هيفيدك في تسريع عملية السيرش او تسريع عملية البحث في العشرة مليون سجل، وبشكل ملحوظ على فكرة، تمام. ده غير انك ممكن تمنع الدوبليكيتنج جوه مين، جوه الاندكس. ممكن الاندكس يا اما اكسبتد للدوبليكيتس جواه، يعني ينفع انا اكتب صنف ام تي ان 100، بص كده بكل بساطه انا هكابي ده وهبسته هنا وامشي بعيد. قال لي ايه؟ ذا تشينجز يو ريكويستد تو ذا تيبل ويرنت سكسسفول بيكوز they would create duplicate values in the a in the index or primary key or relationship. تمام، بيقول ان انت البيانات او التشينجز اللي انت عملتها دي مش هتتاكتف بشكل او بالتاني، لانها تسببت في حدوث duplicated او duplicate values، قيم مكرره داخل اندكس او برايمري كي او ريليشن شيب. هو مش حاسس بطبيعه الكولوم نفسه، بس هو قال لك طبيعه الكولوم تمثل واحد من الثلاثه دول، يا اما ده انت معينه كاندكس، يا اما انت معينه كبرايمري كي، يا اما انت معينه كريليشن شيب. الكلام ده طبعا اي مفهوم هيعدي عليك دلوقتي ما اتكلمتش عنه وانت مش فاهمه، ان شاء الله كل الحاجات دي هتتشرح بشكل مفصل قدام، تمام. الفيوهات دي بقى او طرق العرض او الفيوز دي تمثل جداول مشتقة من جداول تانية، تمام. يعني مثلا انت دلوقتي عندك 246 سجل، هتعمل فيو بيبص على الجدول ده عشان يطلع لك كل الاصناف او كل الايتمز او كل البرودكتس اللي النوع بتاعها يمثل كروت. ما انت عندك اصناف تانية، بص كده ده نوعها، تمام، وعندك نوع تالت، فانت عندك اكتر من نوع. انت عايز تعمل فيو داخل العشرة مليون سجل يطلع لك البرودكتس او الايتمز او الاصناف اللي انواعها اقلام. وصلك كده الفكرة؟ يبقى انا الفيو دوت عبارة عن جدول مشتق من جدول رئيسي، هو يمثل استعلام موجود او فيزيكال كويري موجود داخل الداتابيس، يمثل اوبجكت ضمن الاوبجكتس بتاع الداتابيس، وما هو الا كائن مشتق من مين؟ من التيبل. الاجراءات المخزنه او الستورد بروسيدورز طبعا ده من اهم الحاجات اللي موجوده عندي في السيكوال، بتمكنني من ان انا اكتب كود واعمل اوبريشنز كتير واستخدم الاوبريتورز والاكسبريشنز بتاع السيكوال سيرفر نفسه، بحيث ان انا اقدر اكونكت على الستورد بروسيدور دوت من خلال الفيجوال بيزك او من خلال البروجرامينج لانجوج اللي انا بشتغل عليها، واخليه يبدا يفاير او يكسكيوت الكود اللي موجود فين جوه الستورد بروسيدور. طبعا احنا لما هنشتغل لما هنوصل له ان شاء الله هتبان الاوامر دي او هتبان الحاجات دي كويس خالص. التريجرز دي بقى عباره عن ايه؟ لو تفتكر طبعا في الكلاس او في السيشنز الخاصه بالايفنتات او بالايفنتس الخاصه بالفورمز والكنترولز، طبعا اكيد حضرتك فاكر الفيديوهات دي كويس. الايفنتات ديت تمام شرحناها بشكل مفصل. ما يقابلها هنا في السيكوال سيرفر هو مين؟ هو التريجرز. فالتريجر دوت يمثل ايفنت هناك، ولكن انا عندي الايفنتات منحصره في كام ايفنت مش اكتر، يعني مش زي مثلا الفيجوال بيزك عندي فيه الكل كنترول الايفنتات دي غير الايفنتات دي، وعندي ما لذ وطب من الايفنتات، تمام، ما بقدرش حتى احفظهم او المهم او اكون على درايه بيهم كلهم. ولكن انا هنا عندي الايفنتات، يا اما انت الكود اللي هيتكتب جوه التريجر دوت يا اما هيتنافس في حاله الانسيرت، في الكيس الخاص بالانسيرت
ان انا وانا بدخل بيانات هيعمل معايا حاجه معينه، وانا بعمل ابديت هيعمل معايا حاجه معينه، وانا بعمل ديليت هيعمل معايا حاجه معينه. هديك اكزامبل كده صغير برضو عشان ايه ما تبقاش الامور مبهمه بالنسبه لك. زي مثلا انا في بنك، ومدير البنك او البنك دوت عنده من ضمن اللوائح بتاعته او من ضمن الكونسبتس بتاعته ان اي عميل جديد، اي عميل بيسجل جديد عندي، تمام، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل له انه البنك بيديله 100 جنيه رصيد افتتاحي بيحطه البنك من جيبه، تمام. يعني مثلا انا دلوقتي رايح معيش فلوس خالص، هي جاست بس تكاليف دفع الحساب او تكاليف فتح الحساب، تمام. رايح البنك دوت، البنك دوت من ضمن الكونسبتس بتاعته او من ضمن اللوائح بتاعته ان اي عميل جديد هيجي يسجل البنك بيديله زي 100 جنيه هديه، بيحطها فين؟ في حسابه، تمام. يبقى انا دلوقتي عايز اكتب كود معين، اول ما في اي اضافه تحصل في جدول معين ايه اللي يحصل؟ يضاف 100 جنيه في الحساب الخاص بمين؟ بالرول الضاف. يعني انا مثلا تعال نرجع لقاعده البيانات كده، اعتبر دلوقتي انا لو دوست على علامه البلاس دي، عايزين مثلا نجيب كده صنف من ضمن الاصناف اللي فيها كميات. بص يا باشا، دلوقتي انا عندي صنف اسمه ايه، الاي دي بتاعه 1، وعندي النيم بتاعه ام تي ان 100، ونوعه كروت، وسيبك بقى من كل ايه، من بقيه البيانات دي. لما انا دوست على علامه البلس اللي هنا جاب لي الكميات الخاصه بالصنف دوت جوه مين؟ جوه المخزن. فقال لي انت دلوقتي عندك جوه المخزن من الكلام ده، من الايتم دوت او البرودكت دوت 7864 ايه؟ يونت. عندك 7864 وحده من الصنف ده. انا عايز اعتبر بقى في الاكزامبل بتاع البنك دوت، اعتبر بقى ان الصنف ان الرو ده يمثل مين؟ يعني الام تي ان 100 دوت اعتبره مثلا اسم العميل، والاي دي دوت اعتبره رقم الحساب. انت عايز تكتب كود اول ما تعمل انسيرت لرو زي كده يروح فاتح او يحط 100 جنيه في جدول الحسابات بتاعه هو، تمام. فانت مثلا اول ما يجي كده يروح مثلا حاطط هنا ايه 100 جنيه. انت وصلت كده الفكره؟ يبقى المهم هو التريجر دوت بس كود بيتنفذ اثناء ايفنت معين او اثناء حدوث ايفنت او حدث معين داخل الداتابيز بتاعت حضرتك، تمام. يبقى دي كانت الكونسبتس بتاع مين؟ بتاع الداتابيز. دلوقتي انا المفروض طبعا انت لو قريت الكلام دوت كويس، الكلام اللي تحت الاختصارات ديت، فبيقول لك مثلا الداتابيز دي مجموعه من جداول البيانات تحتوي على معلومات لها علاقه ببعضها، ويمكن ان تحتوي قاعده البيانات على جدول بيانات واحد فقط. ممكن فعلا قاعده البيانات تشيل جدول، ممكن تشيل 20، تشيل 100، تشيل 50، تشيل 1000، على حسب الحاجه او على حسب الديزاين اللي حضرتك حاطه في دماغك. جداول البيانات دي عباره عن ايه؟ هي مجموعة من السجلات زي كده، تمام. كل سجل يعتبر سطر داخل الجدول، وتحتوي هذه السجلات على معلومات من نفس النوع. يعني ايه بقى معلومات من نفس النوع؟ يعني دلوقتي انت بتتكلم هنا عن جدول خاص بالاصناف او برودكتس، تمام. ما ينفعش اجي مثلا يعني الاي دي دوت خاص بالنيم ده، ده الاي دي بتاع الصنف ده، والنيم خاص بمين؟ يعني كل الجدول اللي قدامي ده بيتكلم على الاصناف بس. ما ينفعش اجي هنا الاقي في النص حساب العميل فلان الفلاني، لا، الجداول عندي بتشيل بيانات متجانسه. ده المفروض هي طبعا مش هتمنع، اعتبر مكان كلمه كرود دي او مدام مثلا مكان ام تي ان 800 دي رحت انا كاتب احمد نجم، ايه المشكله؟ ولكن ايه اللي انت استفدته كده؟ ايه اللي انت استفدته؟ دلوقتي انت كده بوظت الدنيا. المفروض ان الجداول دي بتشيل بيانات متجانسه، بتشيل بيانات من نفس النوع،
تمام. المفروض ان بيانات الاصناف يكون ليها مكان، وحسابات مثلا العملاء زي مثلا نشوف كده الموردين او حسابات الموردين، يكون ده ليه مكان بيتسجل فيه وده ليه مكان بيتسجل فيه، تمام. فانا عندي هنا والله ده الاي دي بتاع الاكشن ديت، وده السبلاير كود المورد، وده السبلاير نيم، وده المبلغ اللي هو مدين بيه، وهكذا بقى. يبقى انا عندي البيانات دلوقتي المفروض تكون متجانسه، قسم المبيعات لوحده وقسم الاصناف لوحده والمخزون لوحده وكل حاجه لوحدها. يبقى انا المفروض الجدول عندي بيشيل بيانات ايه من نفس النوع. السجلات، السجل عباره عن سطر واحد في الجدول، وبيحتوي السجل على مجموعه منين من الحقول، ويمكن اعتبار اي سطر من اي صفحه من دليل التليفون يمثل ايه، ريكورد او رو، تمام. الفيلدز بقى، الفيلد نفسه عبارة عن عنصر محدد داخل السجل في دليل الهاتف مثلا، اسم المواطن او العنوان او رقم التليفون، ويتم تحديده من حيث النوع والحجم بواسطة مصمم البرنامج. الكلام ده هنتكلم عليه ان شاء الله في الفيديو، او نتكلم عنه في الفيديو اللي جاي، هوريك ازاي بقى ان انت تبدأ تديزاين الداتابيس نفسها، تمام، وازاي تبدأ تمانج الداتا تايبس بتاعت الفيلدز وكده. الاندكسز بقى والفهارس، ده نوع خاص من الجداول يسمى جدول الفهرسة، بس هو مش جداول زي ما انت حضرتك فاهم اللي هو ده جدول وده جدول، وإلا كنت قلت لك ايه، كنتش قلت لك ان التيبلز دي هو دوت المكون الام، او هو الاوبجكت الاساسي في الـ في الـ في, الـ في قاعدة البيانات، تمام. لا، هو احنا هنا بنسميه مثلا حاجه زي جدول فهرسه، ولكن الاندكس دوت انكلودد او جوه اساسا، هو موجود جوه مين، جوه التيبل. تشير هذه القيم للاماكن الحقيقيه لهذه الحقول، تمام. يعني جدول الفهرسه ده بيحتوي على قيم لحقل او اكتر، وتشير هذه القيم للاماكن الحقيقيه لهذه الحقول، وترتب هذه الارقام طبقا للترتيب الذي يحدده مصمم البرنامج سواء تصاعدي او تنازلي. فانت ممكن تعمل جدول فهرسة لدليل التليفون، تمام، طبقا لترتيب اسم المواطن الابجدي مثلا، سواء بقى ايه تبدأ من الالف او تبدأ من الياء، تمام. المهم الفهرس بيستخدم مفتاح اساسي ويقوم بتحديده مصمم البرنامج. طبعا كلام الفهارس وكلام البرايمري كي فيلدز والفورن كي فيلدز، الكلام دوت هشرحه لك كويس خالص في الفيديو اللي جاي، وبالذات لما ندخل على الريليشن شيبس او العلاقات ما بين الجداول هنبدا نتكلم ايه عن الموضوع ده كويس. انا هسيبك بس تقرا الكلام ده، تمام، لان الكلام دوت للقراءه فقط، مش للقراءه فقط اللي هو ما تهتمش بيه، لا، يعني انا مش محتاج اشرح لك فيه لانه ما فيهوش شكل تكنيكال او ما فيهوش اي جزء تكنيكال، تمام. ولكن اثناء الشغل هنبدا نتعرض له، وهبدا افكرك بيه كويس، وهنبدا نشتغل ونشوفه ونحاول نلمس الموضوع دوت بشكل فيزيكال حبتين. المفروض دلوقتي ان احنا في الفيديو دوت، طبعا المفروض الورق دوت انت تنتهي منه في الاول خالص، تمام. هتوصل معايا لغايه صفحه 6، تمام. تحاول بس تقرا كل الكلام اللي فات دوت من صفحه 1 لغايه صفحه 6 بشكل اللي هو ايه، مبسط يعني وشكل سريع، لغايه ما ان شاء الله هبدا معاك في الفيديو الثاني، تمام. هبدا اشرح لك بقى مين هو السيكوال سيرفر شخصيا، وازاي ان انا بكاري الداتابيس، وازاي اكاري جواها جداول، ونبدا نتعرف على جمل السيكوال، و ايه يعني ايه كلمه سيكوال، وايه الفرق ما بين اس كيو ال ومايكروسوفت اس كيو ال سيرفر 2005. هنبدا نشوف الدنيا دي مع بعض ان شاء الله، ولغايه كده يا ريت اكون بس وضحت لك يعني ايه مفهوم سيرفر، ويعني ايه مفهوم داتابيس بالنسبه لك، عشان لما نيجي نشتغل بعد كده يكون عندك باك جراوند كويسه خالص لما اقول لك او اذكر لك اي مفهوم من المفاهيم الخاصه بالريسورسز والسيرفر والسيرفيسز اللي ممكن يقدمها السيرفر، ويعني ايه داتابيس والتيبل والاندكس والفيلدز وكل الكلام اللي احنا شرحناه دوت. اتمنى لغايه كده انك المفروض تكون بتحاول تسترجع معايا
الفيديو دوت خطوة بخطوة، لأن دوت هو البيزك أو هو الأساس اللي أنا هقف عليه عشان أبني لك الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله. يا ريت بس زي ما قلت لحضرتك تمشي معايا، تمام؟ حاول بقدر الإمكان الجزئية اللي أنت مش فاهمها ترجع لها مرة واتنين وتلاتة، بحيث إنها ما تعديش منك وتفهمها كويس عشان تقدر تكمل معانا في الفيديوهات اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.